لمسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض. في رواية أبي داود إن الله زوى لي الأرض أو قال إن ربي زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. وفي رواية أبي داود فأريت مشارقها ومغاربها. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. لو قال قائل وهذه انقدحت في ذهني الآن، أليست جملة وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، أليست هذه الجملة مغنية في المعنى عن الجملة التي تليها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض؟ أليست مغنية أم ماذا؟ فإن كانت في الشمال أو في الجنوب فهو يقوي ما ذكرناه مسبقا من أن ملك النبي أو ملك أمته سيتسع في جميع الأرض، لكن المشرق والمغرب أظهر في الاتساع من الشمال والجنوب. لكن إن لم يكونا على احتمال أنهما في جهة المشرق والمغرب، فلماذا يظهر لي أن ذكر هاتين الدولتين من باب التنويه والعناية؟ فإن من يسمع هذا الكلام في الجملة الأولى قد يظن أن عظمة فارس والروم ليست داخلتين هنا، فيكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، من باب التنويه على أن هاتين الدولتين من باب أولى في الدخول. والأمر الثاني أن قوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض أن هذه الجملة تدل على أن ما عدا هاتين الدولتين ليست المعادن فيها بتلك الكثرة، فإنه لا يلزم من التملك للأراضي والبلدان أن تكون فيها معادن من الذهب والفضة أو فيها خيرات. ولذلك فيه بعض البلدان فتحت ولا غنى فيها، لكن من باب التنويه على أن هذه الأمة شرفت بأمرين، فتح البلدان والحصول على المال. الأمر الثالث أن في التنصيص على ذكرهما أن في ذلك ردا على ما ظنه المنافقون من أن هذا الدين لن يبلغ مبلغا كبيرا. ولذا لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته في الخندق بأن فارس والروم ستفتح لهم قال بعض المنافقين إن أحدنا لا يجد مكان يقضي فيه حاجته ومحمد يزعم أنه سيفتح فارس والروم.